يتواصل معرض البحرين الدولي للحدائق بعرض أحدث التقنيات والطرق الزراعية للجمهور تحت شعار العناية بالأشجار. العناية بالأشجار شعار وموضوع هذا المعرض، بهدف إعطاء الجماهير فكرة عامة عن طريقة تقليمها وتوفير العناية لها وتقويتها وعلاجها وتغذيتها، بالمشاركة أكثر من 150 شركة. بالألوان المفرحة الطبيعية والزاهية، افتتح معرض البحرين الدولي للحدائق 2016 أبوابه أمام الجمهور للتمتع بجمال الطبيعة بمشاركة أكثر من 250 شركة من حول العالم. المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا تناول في دورته الحالية موضوع العناية بالأشجار، الذي أصبح أيضا شعارا للمعرض هذا العام، بهدف إعطاء الجماهير فكرة عن تقليم الأشجار والنباتات وتوفير العناية لها وتقويتها وعلاجها وتقضيتها في مملكة المليون نخلة. معرض البحرين الدولي للحدائق حدث يقام لهدفين محددين: الأول توفير منصة للتجارة في المجال الزراعي، والثاني زيادة الوعي وتعليم الناس بشأن قضايا الزراعة. كما يهدف المعرض إلى التشجيع للممارسات الجيدة في الزراعة، كاستخدام تقنيات جديدة للمناظر الطبيعية وتقنيات جديدة للزراعة مثل الزراعة المائية، في محاولات تساعد على التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. وتعتبر الزراعة المائية وسيلة لزراعة النباتات دون تربة، ومن خلال استخدام المياه المعدنية فقط لمساعدتها على النمو في أي ظرف وأي مكان. إذا قطيت كل المساحات في البحرين باللون الأخضر بالنظام الذي لدينا، ستنخفض درجة حرارة الجو بمقدار درجتين مئويتين. تقنية جديدة وأفكار متطورة تبرز جماليات الطبيعة بأسهل الأشكال، وتستثمر في قطاع الزراعة، والتي يحتفي بها معرض البحرين الدولي للحدائق 2016، والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل.